شايف مين اللي حظوظه اكبر في السوبر المصري طبقا للحاله اللي فيها كل فريق؟ انا قلت لك الفكر اللي هيشتغل عليه المدرب. بص، احسن حاجه تنجح المدرب ان الاداره ما تخشش مع المدرب في الشغل. لو الاداره دخلت مع المدرب في الشغل يعني تبقى الاداره عايزه مثلا، لو تبقى حاطه احتمالين عشان لو حصل حاجه يبقى المدرب السبب، ولو حصل حاجه احنا اللي دعمنا المدرب ووقفنا جنبه، والجماهير كانت بتشتمه والسوشيال ميديا بتشتمه والناس بتهاجمه واحنا اللي وقفنا جنبه وهو اللي عمل. لا، دي مش حقيقه. يعني انا مع احترامي لكل المدربين، اللاعب هو رقم واحد في الملعب، واللي هيقول غير اللي انا بقوله ده بيتكلم غلط، ما بيتكلمش في الكوره. اللي بيتعب واللي بينفذ واللي بيجيب لك الفوز واللي بيجيب لك الخساره هو اللاعب. ده المدرب بينزل يلعب، المدرب بيتفرج وعايز يغير، عايز يغير طريقه اللعب، عايز يغير لعيب، ده بتاعته. لكن او اداره المباراه، لكن اللي بيعمل المجهود وبيقاتل ويبقى بيشتغل عشان النادي بتاعه هو اللعيب. وبعدين طب شعبيه الانديه بتطلع منين؟ من الانديه ولا من اللعيبه؟ من اللعيبه. احنا لازم نبقى واقعيين في الكلام ده. ياما ناس شجعوا فرق بعينها او انديه بعينها بسبب لاعب. بالظبط. بالظبط. وفي الاخر اللاعب اول ما بطل يقول لك انا ما بروحش اتفرج كمان. دي حقيقه. يعني دي وده واقع. يعني برضك دلوقتي مثلا لظروف معينه، مثلا ما تبقاش الجماهير بنفس القوه غير في مباراه المباريات الدوليه او القاريه، لكن انت في النهايه شعبيه الانديه جايه من اللعيبه. من لعيبه الكوره. لعيبه الكوره.